بمشاركة متطوعين من عدة منظمات وجمعيات أهلية وعدد من أبناء الشهداء، انطلق اليوم ماراثون أحب حلب الذي أقامته مديرية سياحة حلب بالتعاون مع فريق شباب حلب التطوعي بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي. أحب حلب. وتجمع المشاركون في الماراثون قرب قلعة حلب أمام خان الوزير، وانطلقوا باتجاه الجامع الأموي إلى دوار السبع بحرات، ثم ساحة سعد الله الجابري أمام نصب أحب حلب، حيث تم إطلاق الألوان بالهواء الطلق وسط أجواء من الفرح. الفعالية اليوم هي فعالية مهرجان ماراثون ألوان لمدينة حلب، الألوان التي اليوم إن شاء الله ستلون الدمار في مدينة حلب، ستعيد الألوان إلى هذه المدينة، ستعود الإشراق، وأيضا من هذا اليوم من هذه المدينة القديمة التي سنربط في هذا الماراثون ما بين المدينة القديمة والحديثة، لننتهي إلى صرح أنا أحب حلب كما يحب حلب كل الحلبيين وكل السوريين، لنطلق من هناك صيحة أن حلب تعافت، حلب تلونت بأطيافها بألوانها بإعمارها، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. حابين نحن نوقف كلياتنا شباب حلب، نوقف نأكد على السلام، نأكد على أنه نحن بدنا نرجع ونبني ونطلق من المناطق اللي انخرب فيها الحجر لحتى نرجع، وكلياتنا كبشر نرجع ننطلق ونمشي في المناطق كلياتها واحدة واحدة. أنا بستنى هذا اليوم صار لي سنة، ويعني وصار رغم أنه إصابتي مكسورة إجي بس جيت بدي أنبسط. اليوم شاركت مشاركة وأنا كثير بحب حلب. نحن كثير بنحب حلب وإن شاء الله ترجع مثل الأول وأحلى، مشان نرجع نشوف العالم شلون بيلتموا قدام القلعة.